السلام عليكم، ازيكم يا احبائي؟ انا سمعت ان انا مت امبارح، جيت طب الخير في حاجه كده ولا ايه؟ وسط الزحمه الكبيره اللي بتحصل على السوشيال ميديا، ظهر الفنان خالد الصاوي برد طريف على شائعه غريبه عن وفاته. مفيش حاجه بتعدي على السوشيال ميديا من غير ما تتحول لحدث، سواء كان حقيقه او شائعه، وده اللي حصل مع الفنان خالد الصاوي اللي انتشرت عنه شائعه كبيره في الساعات الاخيره، وده خلاه يرد بشكل طريف على الموضوع. تعالوا نعرف تفاصيل القصه دي وازاي حصلت وايه رد خالد الصاوي. الناس على السوشيال ميديا كان عندها شائعة غريبة الأيام اللي فاتت بتقول إن الفنان خالد الصاوي توفى. الشائعة دي انتشرت بسرعة، لكن خالد الصاوي كان ليه رد طريف على الموضوع. نزل فيديو على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات على إنستجرام، وبدأ بسلام وقال فيه: سلام عليكم، ازيكم يا أحبائي، أنا سمعت إن أنا مت امبارح فجيت أطمن، خير في حاجة كده ولا إيه؟ على العموم أنا موتوني 4 مرات في 3 أو 4 سنين، وأحيانا قالوا إن أولادي ماتوا، اللهم احفظنا طبعا، بس أنا ما عنديش أولاد. أحب أوضح بعض النقاط. الناس دي مش هنقول نواياها ايه، لما بتعمل اشاعة اكيد عندها غرض، ولا انت بلا شخصية واللي بتسمعه بتحطه على النت على طول؟ طب انت مش عارف ان ده ممكن يبقى تأثيره بايخ على الاهالي؟ ما علينا، اول حاجة الشخص اللي يعمل كده ده شخص كاذب. نعمل ايه بقى عشان هو اساسا عايز اللايكات؟ نطلع كلنا من البروفايل بتاعه وننبه الاخرين. واختتم خالد الصاوي رسالته في الفيديو وقال: واؤكد ان انا في الحاجات الضرورية جدا والحساسة لازم اطلع، واؤكد او انفي الحاجة، وثقوا يا جماعة ان انا لو مت هكون اول واحد يطلع ويقول. وكتب خالد الصاوي في تعليقه على الفيديو وقال: خالد مش نفر، خالد خيال، والخيال لا يموت. الفنان خالد الصاوي اثبت انه قدام اي شائعه او خبر مفبرك دايما عنده اسلوبه الخاص في الرد. خالد الصاوي مواليد 25 نوفمبر 1963، اسمه الحقيقي خالد جمال عبد الرحمن علي الصاوي، حاصل على ليسانس الحقوق عام 1985 من جامعه القاهره، ثم بكالوريوس الاخراج السينمائي من اكاديميه الفنون. اشتغل في بدايه حياته محامي لفتره، ووظيفته الحكوميه الاساسيه هي مخرج في التلفزيون المصري، وحاصل على اجازه بدون راتب وبيجددها سنويا لممارسه التمثيل. تزوج الفنان خالد الصاوي في نهايه الاربعينات من عمره، وزوجته هي مي كريم، هي حفيده الزعيم محمد كريم قائد المقاومه الشعبيه ضد الاحتلال الفرنسي. خالد الصاوي كان مغرم جدا بالسينما من طفولته، وكان بينط من على سور السينما لمشاهده افلام مخصصه للكبار فقط. وبيعتبر خالد الصاوي ان الشهره ما تاخرتش عليه رغم انه كان بيمثل من وقت تخرجه، لكنه ما وصلش للشهره الا بعد ما عدى الاربعين من عمره. خالد الصاوي اشتغل في مهن مختلفة زي محامي، مساعد مخرج، ومؤلف تلفزيوني، ومخرج تلفزيوني، وطبعا ده خلاه يشوف الحياة من وجهات نظر مختلفة. خالد الصاوي قدم الكثير من الأعمال الفنية ومن الأعمال السينمائية المهمة اللي شارك فيها عمارة يعقوبيان، وكده رضا، وكباريه، والفرح. وكانت آخر أعمال الفنان خالد الصاوي في دراما رمضان 2024 بمسلسل صدفة،